القوى الخفية في الإنسان هي التي تشكل المحور الأساسي لقيادة الإنسان إلى نفسه في هذه الحياة. هذه القوى الخفية إنما تتمثل بالعقل الباطن. العقل الباطن هو قوة هائلة ويتمتع بشحنات قوية لهذا الكائن البشري أكثر من قوة الكهرباء، الشحنات الكهربائية. وبعض العلماء يمثله أنه أقوى من المتفجرات في التأثير على الإنسان، في تكوين شخصية الإنسان،